انت كنت بتغني وبتعزف سلميه فتره الثمانينات والسبعينات والتسعينات لحد سنه كام؟ لحد 95. لحد 95 وبعدين تركت المهنه فجاه. حبيت صوت المهنه دي. تركتها ليه؟ انا كبرت والناس صغيره اللي علمناهم دول فما ينفعش نقعد معاهم هم كمان بيختشوا ما يشوفوني انا بكشف. انا قلت انا اني هبعد عشان هم 10 ولا 15 واحد انا راجل لوحدي ما ينفعش. انت مين علمك الحكايه دي؟ اتعلمت في ليبيا سنه 73. وهو نفس السلميه دي هي موجوده في ليبيا؟ ايوه. احنا كنا سويين ياما هناك بتاع 100 واحد. كل يوم بالليل بنقعد ويانا نضربوا طبله ونمار وسلميه ونغني. قعدت اتعلم 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 لحد ما اتعلمت سلميه. طب لما رجعت مصر عملت فرقه؟ انضميت لي فرقه في سيوة؟ انضمونا فرقه سيوة. اول ناس كان عملنا فرقه احنا يعني. كان مين في الفرقه دي من اعضائها تفتكروا؟ الله يرحمه محمد مادي واسماعيل سكته وعثمان الزياني وشعوبه وناس ياما. شعوبه عايش لسه في علاج العجوز. فنان يعني. ايه اللي اختلف في الغنى في سيوة عن فتره السبعينات عن اختلف كتير. في ايه بقى؟ كل حاجه يعني زمان طبله شكل تاني. الطبله السوريه غير كده. لكن دلوقتي الطبله دي جابوها من مطروح. الطبله اللي هي القديمه اللي كانت بتعمل من البرميل الايطالي. ايوه. صح كده؟ الفن مش واحد زمان شكله مش شكله. زمان ما بيخلطش كلمه عربيه خالص. كله امازيغي. كله امازيغي. دلوقتي بقوا يخلطوا. حمار زمان كان شكل دلوقتي شكل. بس السلميه زي ما هي. السلميه هي. بس كمان في الحفلات نفسها قلت يا عم احمد دلوقتي. دلوقتي قلت زمان في الناس يعني ايه؟ بيبقى فاضل الحاجه دي يعني زمان الفن ده بعد العصر نروح الغيط كله ايه عارف ان احنا نعود شويه كده بعد كده نشتغلوا طبله وزماره وسلميه. دلوقتي لا كل الناس تطلع شغل وبتاع مش فاضيه في خرسانات. وزمان ما كانش في حاجه دي شغل لحد الظهر العصر اخرك المغرب. لكن دلوقتي يعني بيسهروا طول الليل. دلوقتي بيقعدوا لحد الساعه 3 هم طبالوا وزماره. زمان لا اخرك بعد العشيه كده لو وصلوا الساعه 11 ولا كده يعني صار كان نور هنا بيطفي الساعة 12. مين المطرب اللي كان جامد في سيوة وكان مكسر الدنيا وكان مطلوب وكان الناس بتحبه قوي؟ هو داوود وعبد الحميد. اخو داوود حبوب؟ كنت تعملوا في عندكم احتفالات معينة في السنة بتعملوا فيها غنى عم احمد؟ في السياحة في مولد النبي في الاعياد. كنتوا بتغنوا في النخيل وكنتوا بتغنوا في تطهير العيون وكنتوا بتغنوا النخيل ده اول ما يطلع الصبح والزيتون. اول ما اطلع الصبح راجل النخله يغني يقول يا صبح يا فاتح يا رزامي اللي جسمك نال الماء له بالمزرق ولا له بقول تعالى. ثاني يرد عليه على طول. ما عادش الغنى السيوي موجود في الافراح والحفلات والاعياد ومواسم الحصاد زي زمان. قل عدد المغنيين الموسيقيين. الكبار منهم اعتزلوا والمشهورين سابوا الواحه وراحوا يمارسوا الهوايه اللي بيحبوها في اماكن تانيه. واللي فضل منهم اتحول لفقرة سياحية بتتقدم في الفنادق والمنتجعات للسياح والزائرين.